عليا من الجلد ولا جدا. صور صادمة لشيرين رضا بوزن زائد وملابس تظهر حملها، أما أحلام في صورة بالبيجامة كأنها في سن العشرين، وليلى علوي وإطلالاتها المميزة في ختام مهرجان البحر الأحمر، ويا ترى إيه سر بكاء هيثم شاكر في حفل السعودية؟ كل ده هتعرفوه في حلقتنا النهاردة. لكن قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي ونعمل اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وكملوا معايا بعد الفاصل. أهلا بيكم مع أحمد الحكيم. أهلا بيكم. الفنانة أحلام فاجأت جمهورها بإطلالة جريئة جدا ببجامة زرقاء من خلال صور نزلتها على الانستجرام. الصور دي كانت خلال تصويرها لبرنامج سعودي ايدول اللي المفروض هيتعرض في الايام اللي جاي. الحقيقة لما دورنا وبحثنا على سعر البيجامة دي طلع سعرها مش كتير ولا حاجة، هما 2500 دولار بس. تخيل ان مجرد بيجامة بالسعر ده، وطبعا يومين تلاتة كده وحتطلع البيجامة دي موضة وحيبتدي الكل يمشي ورا الموضة ويلبسها عشان يواكب الموضة مش اكتر ولا اقل، حتى لو مش مقتنع بيها من الاصل، بس لمجرد ان فنانة كبيرة زي احلام لبستها ده هيبقى سبب كافي لكتير جدا ان هم يلبسوها عشان يقلدوا احلام مش اكتر. وفي الحقيقة ان مش بس ظهور احلام بالبيجامة هو اللي كان غريب، لان احنا تعودنا من معظم الفنانين ظهورهم بلبس غريب دايما، لكن احلام ظهرت بملامح اصغر من سنها بكتير، وده اللي خلى ناس كتير جدا تقول ان هي اكيد عملت عمليات تجميل في الفترة الأخيرة. تعليقات الجمهور على صور أحلام كان معظمها استغراب، زي مثلا أحلام بقيت أصغر مني ومعرفتهاش غير من الاسم، وغيره وغيره من تعليقات. قولنا أنت بقى في التعليقات إيه رأيك في إطلالتها، وتفتكر البيجامة دي هتطلع موضة في الأيام اللي جاية زي ما كل حاجة غريبة وجديدة بتطلع موضة وبتنتشر كده فجأة وبنشوفها في المجتمع بتاعنا؟ والحقيقة انتشرت الحفلات في السعودية بشكل كبير جدا سواء غنائية او غيره، واتعملت حفلات كبيرة جدا لفنانين كبار زي اصالة وبهاء سلطان ومحمد عبده والمايسترو حسن رحال وغيرهم كتير. وكان من ضمن الفنانين اللي عملوا حفلات في السعودية الفنان هيثم شاكر. وسواء كنت مع او ضد ان حفلات تقام في السعودية، فده اللي حاصل فعلا الايام دي. اللي عارفينه من زمان ان السعودية مكان مقدس، مكان طاهر، ومش المدينة ومكة بس هما اللي المفروض يتمنعوا فيهم الحفلات والمهرجانات وغيره، ده المفروض السعودية كلها. لكن الحقيقة في اخر فترة السعودية بقت اكتر من دول تانية كتير جدا ناحية الحفلات والمهرجانات، ده حتى العلويين كان عامل لهم احتفال كبير هناك، ولسه ياما هنشوف. في برنامج سهرانين للنجم امير كرارة على قناة اون اي ظهر الفنان هيثم شاكر امبارح وبدأ يتكلم عن مشوار الفني. قال انه احترف الغناء من 21 سنة، كل مرة قبل ما بيعمل حفلة بيكون متوتر وقلقان جدا، لكن اول ما بيطلع على المسرح كل القلق ده بيروح. كمان قال انه كان نفسه جدا يعمل حفلة في السعودية من زمن بعيد طويل، وده بسبب انه اتولد في السعودية وعاش فيها 14 سنة، علشان كده لما الفرصة جت قدامه انه يغني في السعودية ويكون ليه حفلة هناك، اول ما طلع على المسرح شاف شريط حياته كلها قدامه، وده اللي خلاه يعيط على المسرح في السعودية. تفتكر شيرين رضا حامل؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي في الساعات القليلة جدا اللي فاتت. الفنانة شيرين رضا صورها اتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والناس كلها بدأت تبحث عن اسمها، والكل بدأ يسأل هل شيرين رضا حامل؟ ده كله كان بسبب الصور اللي نشرتها الصفحة الرسمية لبرنامج عرب ود على فيسبوك، وده اللي بتجمع شيرين رضا ويسرى ونيلي كريم خلال حضورهم حفل عشاء مجلة اكيو جي الشرق الاوسط واللي استضافت مهرجان البحر الاحمر السينمائي في السعودية. وفي الصور كانت شيرين رضا لابسة جمبوست لونه وردي، لكن الغريب في الصورة هو وزنها الزائد وخصوصا من منطقة البطن، وده اللي خلى ناس كتير جدا تاخد الصور وتقول ان شيرين رضا ممكن تكون اتجوزت في السر وانها حامل. لكن حقيقة في التعليقات ناس تانية بتقول انها اكيد مجرد زيادة عادية في الوزن وانها مش حامل ولا حاجة،
خصوصا ان شيرين رضا عمرها عدى 50 سنة، ففكرة حملها بنسبة كبيرة جدا اشاعة. كما هي اكدت في كل حواراتها الاعلامية السابقة انها مبسوطة جدا بحياتها لوحدها من غير راجل. والحقيقة ان شيرين رضا ردت على جمهورها بطريقة غير مباشرة من خلال انها نزلت صور ليها على صفحتها على انستجرام من نفس الحفلة وبنفس الملابس، ولكن كانت رشيقة جدا، وده اللي اكد ان اكيد صورها اتاخدت واتلعب فيها وبدأوا ينشروها على فيسبوك لمجرد ان هم يعملوا ترند كاذب. شيرين رضا ما اكتفتش بكده، دي كمان نزلت صور تانية ليها على انستجرام بجون بوست اسود وهي موجودة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي، وكانت برضو باينة رشيقة جدا ومش ظاهر عليها اي اعراض حمل، وده اللي بيأكد نفيها على خبر حملها. في الحقيقة ان مش بس الفنانين غير لهم كلهم صور، لا ده الموضوع ده انتشر بطريقة كبيرة، وزي ما شفنا قبل كده البنت اللي انتحرت بسبب صورة مفبركة ليها، كمية المشاكل اللي بتحصل بسبب فبركة الصور. مش عارف الوم الشباب على فبركتها للصور عموما ولا اولياء الامور اللي مش عارفين ولادهم ماسكين تليفوناتهم بيعملوا بيها ايه، ولا احذر البنات انها ما تنزلش صورها تجنبا للمشاكل. في الحقيقة ربنا يرحمنا يرحمنا ما علينا. بما اننا بنتكلم عن مهرجان البحر الاحمر السينمائي في السعودية، فما ينفعش ننسى نتكلم عن اطلالة ليلى علوي الملفتة للمهرجان. ليلى علوي اتصدرت الترند على جوجل بسبب ظهورها بفستان اسود لامع مفتوح من الجنب مع ميك اب هادي، ودي الصورة اللي نزلتها على صفحتها على انستجرام خلال حضورها للمهرجان. ليلى علوي الفترة دي بتعيش حالة من النشاط، وده بسبب انها بتستعد عشان تنزل فيلمها الجديد مهمة في سهل حشيش، واللي المفروض انه هينزل الفترة الجاية، اللي قالته في تصريحاتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44. بيشارك ليلى علوي في بطولة الفيلم ده عدد كبير جدا من النجوم زي بيومي فؤاد وحمدي المرغني، وهو من اخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد. لحد هنا وانتهت حلقتنا، واشوفكم بألف خير في حلقات جاية كتير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات اللي جاية. كان معاكم اخوكم احمد الحكيم، سلام.